كنا نلعب ويعني نضيع الأشياء اللي كنا نفكر فيها واللي وقعنا فيها كمان، يعني كنا نتلهى عن كل إشي شفناه وتعذبنا فيه. For our children, life is about moments. Moments when they can forget the present. Or even imagine a future. حلمي إني أرجع على وطني سالم غانم، وإن شاء الله الله يقف مع غزة. From up here, you see a new city below. Before the war, 300,000 people lived in Rafah. Now, there are 1.7 million of us. But each day, more refugees arrive. The horror of war on their faces. Then a chance meeting. Two friends, just happy they are both alive. ٨٥٪ of Gazans are now displaced. Our fragile new lives, built on sand. Even if you escape the bombs, there are other dangers. أنا عمال بشوف ابن عمال بمرض مش قادر أعالجه من البيئة اللي هو عايش فيها هاد، من الحياة اللي هو عايش فيها. بالليل بسقع فيش غطاء إن غطيه، كفاية فيش أكل زي الناس، ما فيش حياة، ما فيش يعني. الله يعزك تطلع هيك فجأة جيت أنت، إيش لقيت لابس هذا حافي؟ من وين أجيب له؟ هذه مش حياة. طفل زي هذا المفروض هذا يكون عايش بحياة مرفهة، بلعب روح بيجي، من حقه يعيش، من حقه يعيش. Yet this father will never leave Gaza. أنا هذا أرض مستحيل لو بدي أموت. أنا راح من عيلتي حوالي 45 نفر تحت الركام، بدك أطلع وأنساهم مستحيل. تعالوا صوروني. We have all lost someone. Children have not been to school for months. So they learn new skills for a new world. After dark, we remember our old nightmares. Now we are living them once again. هناك بقوا زمان في 48 كانوا الشباب اللي زي كل اختيارية يحملوا سلاح وجه لوجه لليهود ويعملوا فيهم مجازر، وإحنا الحين الطيران بيعمل فينا مجازر غير الدبابات كمان. كمان هذه اللحظة أصعب. Young or old, war has always shaped our lives. If we can sleep, maybe we will dream of an end to all this.